القمر ده، بصوا خطير، هيخلي بشرتك فلتر طبيعي، هيوحد لون بشرتك، هيخلي البشره صافيه، هيخلي بشرتك ما فيهاش اي تسبغات، اي بقع، اي كلف، ماسك هيصفي هيوحد البشرة لون جدا بشرتك، وهيديلها كمان نضاره هيدي حلوة قوي للبشره نضاره وهيفتح حلوه البقى قوي، وهيخلي خصوصا بشرتك كمان لو صافية عندك ومن رؤوس فيهاش بيضه، حبوب رؤوس ولا سودا، تصبغات، بشرتك وكمان هيزيل تعبانه، كل بشرتك الهالات بتقع بجد. بجد اول حاجه هحتاج معايا معلقه من الحليب البودر، والحليب البودر من الحاجات المفيده جدا في تفتيح البشره، وكمان بتوحد اللون وبيصفي البشره جدا. كمان من الحاجات اللي مليانه بالفيتامينات اللي بتنور البشره جدا، ده غير ان كمان بتصفي البشره من اثر حبوب، اثر بقع، اثر كلف، كمان لو عندك اثار شمس بجد حلوه قوي وبيفتح البشره جدا. فانا هنا حطيت معلقه من الحليب البودر، ممكن تستبدلي الحليب البودر بالحليب السائل، بس الحليب البودر بيحافظ على الوصفه يدي لها قيمتها اكتر. تمام كده، هضيف كمان عليها ربع معلقه صغيره من الكركم. الكركم من الحاجات التحفه اللي بتفتح البشره جدا، بتوحد اللون، خصوصا لو عندك بقى، لو عندك نمش كتير، عندك تسبغات كتير، بشرتك مليانه بقع، بشرتك مش موحده، بشرتك مش صافيه، الكركم من الحاجات الحلوه قوي. بس لما تيجي تشتري كركم قولي له انا عايزه كركم خام معلوش اي اضافات ولا لون، علشان لو في اضافات او لون بيخلي البشره لونها مصفر، فانت قولي له عايزه كركم خام معلوش اي اضافات خالص. تمام كده، وتحطي ربع معلقه من الكركم مع الحليب وابداي اقلبيهم لحد اما الكركم كده يدخل في الحليب معايا زي ما انتوا شايفين كده. تمام، هضيف كمان معايا معلقه صغيره جدا من الزبادي، والزبادي هنا من الحاجات الحلوه قوي اللي بترطب البشره وبتفتح البشره جدا وبتوحد اللون، بتصفي البشره، وكمان بتقلل المسامات الواسعه، كمان بتخلي البشره فيها نضاره، كمان بترطب البشره ترطيب قوي. فهنا حطيت كمان معلقه من الزبادي وهبدا ادمجهم لحد ما يتحول معايا كده عجينه، عشان انا مش عايزه الوصفه تبقى معايا سايله، انا عايزاها تبقى كريميه، ان انا اعرف افردها على البشره بكل سهوله، وفي نفس الوقت النتيجه بتاعتها تبان معايا من اول استعمال. انا هنا بصوا عملتها مجرد عجينه زي ما انتوا شايفين. هبدا اضيف كمان معايا معلقه مليانه من الدقيق، الدقيق الابيض من الحاجات الحلوه قوي اللي بتشيل الشعر الوبري، بتفتح البشره، كمان بتغذي البشره جدا، الجلد الميت، بتوحد اللون، الدقيق من الحاجات برضو الحلوه قوي. تمام، انا هنا هقلبهم بقى كويس لحد ما يرجع كده يبقى معايا عامل زي الرمل، ملمسه كده مفرول، شايفين؟ احاول بس ادخل كل المكونات هنا، التقليب ده هو اللي يعني نتيجته بتبقى فعاله، لان انت بتبقى مدخله كل المكونات في بعضها. تمام كده، فنبدا كده نقلبه كده كويس، بصوا بقى عامل ازاي مفرول معايا. تمام، هنا بقى هبدا ان انا اضيف السوائل، وتكون تدريجيا علشان ما تبقاش معايا مكتله، فهضيف كده هنا حوالي معلقتين من الميه، ميه ورد او ميه عاديه براحتك خالص. انا هضيف معلقتين من الميه، ميه من الحنفيه عادي، ممكن تضيفي زي ما قلت لك ميه ورد عادي جدا، انا ضفت معلقتين بس مش هكتر، لو احتجت تاني هاخد. هبدا انعمهم بقى خالص، والمرحله دي مهمه قوي. يا بنات القوام بتاعها عامل زي ملزق كده، بصوا انا هحاول بس اوريه لكم، بصوا اللي هو يبقى ملزق كده، شايفين المطه؟ انا عايزاه كده، عايزاه يبقى زي ما انتوا شايفين كده مطاطي كده، عشان تبداي ان انت لما تحطيه على البشره جلد الميت، عندك شعر وبري، عندك تصبغات، عندك بقع، عندك كلف، اهم حاجه بس تكوني منعمه الموضوع ده كده، بصوا شايفين؟ اهم حاجه تكوني منعمها لي خالص. بصوا نعمت معايا، وزي ما قلت لكم بصوا مطاطيه. تمام، هضيف عليها، نضيف عليها نص ليمونه، انا هاخد حوالي يعني عصرتين من الليمون مش هكتر، يعني كام نقطة بس مش اكتر. اشيل بس البذر عشان ابصوا
يعني حوالي انا خدت 5 6 نقط، اخد بس فوائده تمام كده. فانت لو عندك حساسيه ما تكتريش، حطي زي ما انا حطيت 5 6 نقط بس. الفيتامين سي من الحاجات اللي بتوحد لون البشره، بتفتح البشره جدا وبسرعه، كمان بتزيل التصبغات والبقع والكلف والنمش. فهنا لو انت عندك اي حساسيه ضيفي 5 نقط فقط مش اكتر من كده من زيت الليمون او الليمون الفريش او ممكن سيرم اللي هو الفيتامين سي. لو انت عندك، لو انت بشرتك ما فيهاش حساسيه او ما بتتحسسيش منه، دي في نص ليمونه عادي جدا تمام كده. انا بالنسبه لي حطيت 5 نقط لان انا عندي حساسيه شويه من الليمون. دي كده اول وصفه معايا، وهبدا ان انا اركنها وهنبدا نعمل الوصفه الثانيه. الثانيه مجرد انها تكون مؤشر عشان تخلي البشره صافيه، كمان تشيل الجلد الميت. فهنا هضيف معايا معلقه من الرز الابيض، والرز الابيض من الحاجات اللي بتفتح البشره، بتوحد البشره، بتشيل الجلد الميت، لانه بيدي، لانه بيفرز نشا. فالنشا ده من الحاجات اللي بتدي نعومه ونضاره، وبتشيل كل التصبغات والكلف والنمش، بتوحد اللون وبتشيل الجلد الميت، وكمان كمان بتدي للبشره نضاره حلوه قوي. فانا حطيت معلقه من الرز، وهضيف عليهم معلقه صغيره من العسل، معلقه صغيره جدا. العسل كان مجرد انه فيتامين مفيد للبشره، وكمان بيخلي البشره فيها نضاره حلوه قوي، وكمان بينظف المسام جدا وبيخلي البشره ناعمه. العسل من الحاجات على فكره المفيده قوي قوي للبشره. هبدا اضيف عليها عصرتين برضو من الليمون. انا هحط برضو حوالي 5 نقط، نفس القصه يعني اللي انا حطيته هنا هحطه هنا، مش اكتر من كده تمام كده. وهبدا اضيف عليها معلقه واحده بس من الميه، معلقه واحده عشان بس تبقى سهله معايا في الدمج تمام. هنا بقى هندمجهم كويس. الاسكراب ده او المؤشر ده خطير للبشره في التفتيح والتوحيد واللون، وكمان لو عندنا اي جلد ميت بجد بينظف البشره قوي من مساماته الواسعه، كمان بينظف البشره من الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، بجد حلو قوي قوي قوي. هضيف بقى هنا كده معلقه صغنونه جدا من زيت الزيتون علشان بس يديني ترطيب وما ينشفليش البشره. فناخد حاجه صغيره مش كتير على الكميه اللي انا عاملاها، فطبعا كل واحده على حسب الكميه اللي هي بتبقى عاملاها. وبكده انا خلصت الماسكين. طريقه استخدامهم سهله جدا، يعني انا ده بستخدمه اول حاجه زي ما قلت لكم اهو. انا هوريك القوام بتاعه خطير، بصوا ده مؤشر للبشره، بيشيل كل الجلد الميت ويفتح البشره، بيوحد اللون، كمان بيخلي البشره صافيه شايفين. ولو عندك اي رؤوس بيضة رؤوس سودة كمان بيوحد اللون وبيخلي البشرة صافية. ده بستخدمه كم مرة في الاسبوع؟ هي مرة واحدة بس في الاسبوع بقشر بيه البشرة. بصوا شكله عامل ازاي، وخصوصا ان هو خفيف على البشرة جدا وناعم قوي، فممكن تستخدميه من مرة لمرتين في الاسبوع، بجد نتيجته حلوة. تعالوا بقى نشوف الماسك التاني القمر، وبصوا ده خطير خطير. بصوا بعد ما عملت الاسكراب البشرة بتبقى ناعمة معايا، ببدأ ان انا اخد بقى الماسك بتاعي القمر ده. بصوا بفردها على البشرة بالشكل القمر ده، وبسيبها من ربع ساعة لنص ساعة لحد ما تجف معايا، وبعد كده افركها. كل ما تفركيها كل ما تطلعي الشعر الوبري، هتشيلي الجلد الميت، هتوحدي لون البشرة، هتشيلي كل التصبغات، هتشيلي كل البقع، وكمان هتفتح بشرتك جدا.